نجوم النادي الاهلي. استنى بس، يعني انا عايز اخدك من علي كده وعايز اكلمك. لازم اخطفك كده خطفه حلوه كده. عارف ان انا ما بطلعش نجم النجوم. انا طبعا ببارك لك وببارك لكل اللعيبه. انا عارف ان انت طبعا الكل على قلب راجل واحد. لو يمكن ان شاء الله باذن الله ما تعرفش الخير فين اللي جاي، ان شاء الله يكون احسن بالنسبه لك. يا رب ان شاء الله باذن الله تعدي الازمه دي على خير. هو اللي حابب تقول للعيبه وحابب تقول على كل لعيبه النادي الاهلي على المجهود الكبير. والله اول بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، مبروك مجلس الاداره، مبروك اللعيبه، مبروك الجهاز الفني. ممكن انا يعني بتهيألي ما لعبتش غير 60 دقيقه بس في حياتي مع النادي الاهلي، لكن زي ما حضرتك شايف باخد يعني باخد تاني دوري ليا وبفرح بتاني دوري ليا من غير ملعب، فمش جديد. وحشتنا وحشتنا حبيبي يا ايمن. والله تاني كابتن فرقه ومن اكتر الشخصيات المحترمه اللي الواحد قابلها في حياته. واول مره البس الشاره النهارده بنبارك له. مش عايزين نقول قدام الناس، ما رضيش يطلع عشان خاطر يلبس الشاره. شاره برضه، معلش يا علي، دي شاره النادي الاهلي مش اي شاره. بس ف يعني الشخصيات اللي الواحد بيحبها وبيحترمها. وشرط ابو عايزه بس اوجه له رساله ان شرط الاهلي تقيله ومش اي حد يلبسها عادي. بس الله يبارك فيك. مستمرين معاكم طبعا كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان.